شوفي أنا كنت عم بشتغل بكل جدية، يعني أنا كنت كتير هارموني بوقتها، فأنا حقيقة كنت هارموني، يعني حقيقة ما كنت شايفة حدا، وما كنت يعني هيك بحالي وإنه خص عم أدي دوري وبرجع عبيتي وما في أي تواصل مع أي حدا يعني. واستمريت هارموني سنين يعني. ما بعرف، يمكن ما كتير هذا يعني هذا النوع من الشخصيات بناسب هذا الوسط، فيمكن هذا هيك ما بعرف سبب إنه أنا ما كتير منخرطة كتير كنت بالوسط قبل. إلى الآن يعني نص نص. ما عم لاقي دور مكتوب حلو بنص حلو بعمل حلو، يعني عم يكون في حلو بس ما في هذا التميز أو هذا الشيء اللي بيخليك أنت يحفزك أنه تعمله تشتغله وتتعب عليه، يعني عم بيكونوا أدوار عادية، فأنت عم تعمل شيء يعني عادي أو بتحاول يكون أحسن من عادي، بس هذا الموجود. يعني أنت بالنهاية معطيك هذا الدور بهذا المساحة بهذا العمل، فأنت بدك تعملي، ما فيك تخرجي عن النص. يعني عم حاول أعطي كل شيء عندي من قلبي يعني بالشخصية، بس إذا الشخصية هي حدودها، هي هيك مكتوبة، فأنت ما فيك تعملي أكتر من هيك يعني. أول شيء لكل مجتهد نصيب، أنا بآمن أنه يعني أي شيء بده يصير ففي له ثمن، أي شيء بتحصلي عليه فهو نصيبك قدرك، فممكن يعني ممكن أنا رضيانة باللي أنا واصلت له وبعرف أنه حيصير أحسن إن شاء الله، أو يعني ما يعني ممكن أنه ما أجى الوقت اللي أخذ الدور اللي أنا بدي إياه، بس حيجي كل شيء بوقته حلو.